السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. هذا هو الجزء الثالث من طريقة نصب كاميرات المراقبة. بالجزء الأول وضحت الأدوات اللي تحتاجها في أي نظام مراقبة. الجزء الثاني وضحت طريقة تركيب الهارد داخل جهاز الدي في آر بالإضافة إلى طريقة توصيل الكاميرات وتهيئة الهارد. بالجزء الثالث راح أوضح طريقة استخدام جهاز الدي في آر بشكل مفصل. فعندي هذه الكاميرات الأربعة، هذه الكاميرا الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أضغط كليك يمين وأختار أول خيار وهو عرض في واحد. هنا أنا أختار أي كاميرا أريد أنه تكون بملء الشاشة، فمثلا أختار الكاميرا الأولى أو أختار الكاميرا الثانية أو أختار الكاميرا الثالثة أو الرابعة، أو أنه أريد كل الكاميرات تكون في نفس الشاشة. طيب، الخيار الثالث هو عرض الفيديو. بهذا الخيار أقدر أنه أشوف أي فيديو تم تسجيله سابقا، مجرد أنه أكتب التاريخ هنا وأختار بحث، بعدين أختار عرض، وأقدر أشوف أي فيديو تم تسجيله سابقا. والخيار الرابع هو السجل اليدوي. والخيار الخامس هو تحكم التوجيه، هذا أستخدمه إذا كانت الكاميرا متحركة، فتقدر أنه تتحكم بالكاميرا من خلال هذا الخيار. حاليا الكاميرا الثابتة ما اقدر ان اتحكم بها. ايضا عندي وحدة التخزين، واهم نقطة هو برنامج الاعداد. برنامج الاعداد عندي مجموعة من الادوات. عرض الفيديو هو نفسه اللي تم شرحه سابقا، والنسخ الاحتياطي للفيديو هذه النقطة اللي اريد اركز عليها، اضغط عليها. هنا انا اقدر انه انسخ اي فيديو تم تسجيله سابقا، مجرد انه اختار وقت البحث، فراح تظهر لي مجموعة من الفيديوهات. أقدر أحدد أي فيديو أريد أنسخه، هنا منطيك وقت البدء ووقت الانتهاء، وأيضا منطيك الكاميرا اللي تم التسجيل من خلالها، فمثلا هذه الكاميرا الرابعة أو الكاميرا الأولى، وهنا الحجم. طريقة نسخ أي فيديو تم تسجيله سابقا جدا بسيطة، مجرد أنه أختار الوقت، أقدر أنه أبحث على أي وقت أريده. فمثل ما تلاحظون أنه ظهرت لي مجموعة من الفيديوهات، مجرد أنه أركب اليو اس بي فلاش في جهاز الدي في آر. خلينا نجرب انه اركب الـ USB فلاش. تم تركيبه، فاريد مثلا انسخ الفيديو هذا اللي المدة هي 2 دقيقة و52 ثانية في الكاميرا الثالثة. مجرد اضغط عليه ضغطة واحدة واضغط النسخ الاحتياطي، فظهرت لي هذه الرسالة للنسخ الاحتياطي لهذا السجل. أضغط على نعم. هنا أنتظر بعض الوقت إلى أن يتم نسخ هذا الفيديو إلى الـ USB فلاش، وأقدر أشوفه من خلال اللابتوب. طيب، انتهى النقل. أشوف الفيديو اللي تم نسخه في نهاية هذا الفيديو. عندي ايضا اعداد النظام. هنا أنا الاعدادات العامة، هنا هذا اقدر انه اضبط الوقت الخاص بجهاز الدي في ار. نقطة احب اوضحها، مثلا اذا تم ضبط الوقت في جهاز الدي في ار وبمجرد اغلاق الجهاز وتشغيله مرة ثانية تلاحظ انه التوقيت تغير، المشكلة هذه تكون في البطارية الخاصة بالتوقيت اللي هي تشبه بطارية الكمبيوتر. بامكانك انه تفتح جهاز الدي في ار وتبدلها ببطارية ثانية. عندي هنا إعدادات الترميز، أقدر أختار الخيارات الخاصة بتسجيل الفيديو، وإعدادات شبكة الاتصال اللي هي الخاصة بربط جهاز الدي في آر بالإنترنت ومراقبة الكاميرات باستخدام الموبايل أو اللابتوب. إن شاء الله راح يتم ذكر هذا في الجزء الرابع من طريقة نصب كاميرات المراقبة. عندي هنا أدوات النظام، إدارة القرص الصلب. من هذه الخانة بإمكانك أنه تشوف المساحة المستخدمة للهارد. نقطة أحب أوضحها في هذه الخانة، الهارد القدرة مالته أو المساحة 500 جيجا بايت تقريبا، تسجيله يكون 25 إلى 30 يوم. فهنا تحدد المدة اللي يتم حذف الهارد، فمثل اللي موجود أمامنا 30 يوم وبعدها يتم الحذف، وإذا تضيف هارد أكبر تكون المدة أكبر، مثلا شهر ونص أو شهرين وهكذا. النقاط اللي تم شرحها هي جدا بسيطة لجهاز الدي في آر ومكتوبة باللغة العربية. اللي يهمنا نقاط أساسية، مثلا كيف يتم بدء التسجيل. مجرد ما يتم تفعيل الهارد، يعني من أضغط على
برنامج الإعداد وأختار أدوات النظام إدارة الأقراص الصلبة. مجرد ما يتم التعرف على الهارد راح يبدي التسجيل بشكل تلقائي، مثل ما وضحت بالجزء الثاني كيف أقوم بتهيئة الهارد. مجرد أنه أنا أأشر علامة صح وأضغط على تنسيق راح يقوم الدي في آر بعمل فورمات الهارد حتى يتعرف عليه، فراح يبدأ التسجيل بشكل تلقائي. وأقدر أنه أشوف الفيديو اللي تم تسجيله سابقا من خلال عرض الفيديو، أختار المدة الزمنية، أضغط على بحث وأشوف الفيديو اللي تم تسجيله. أيضا إذا أريد أنقل أي فيديو تم تسجيله سابقا أضغط على النسخ الاحتياطي للفيديو. أقدر أضيف USB فلاش أو أضيف هارد خارجي وأنسخ أي فيديو أريده بأي توقيت. أضغط على البحث، هنا راح تظهر لي مجموعة من الفيديوهات اللي تم تسجيلها، وهنا أنا أعطيك مثلا الكاميرا الرابعة، الكاميرا الثالثة، الثانية، الأولى وهكذا. فمثلا إنه الفيديو الأول هو خاص بالكاميرا الرابعة، وقت البدء الساعة 6:03، وقت الانتهاء الساعة 6:17، المدة هي 14:30، والحجم 163 ميجا بايت. مجرد انه اوصل ال USB فلاش او الهارد الخارجي واضغط على النسخة الاحتياطي مثل ما وضحت سابقا. لهنا انا ينتهي هذا الفيديو، اتمنى ان يكون واضح للجميع. وضحت فيه بعض خيارات جهاز ال DVR بشكل مبسط، كيف يتم التسجيل، كيف يتم عرض الفيديو اللي تم تسجيله، ايضا كيف اقدر انسخ اي فيديو تم تسجيله سابقا. طبعا خلي اجرب انه اعرض الفيديو اللي تم نسخه اثناء التسجيل من جهاز الدي في ار، اعرضه على اللابتوب واللي تم نسخه على اليو اس بي فلاش. الفيديو اللي تم نسخه قبل قليل هذا اشغله، هذا هو الفيديو اللي تم نسخه من جهاز الدي في ار الى اليو اس بي فلاش. العملية جدا بسيطة مثل ما وضحت، مجرد انه اختار الزمن واختار اي فيديو من اي قناة مثلا، يعني او اي كاميرا، اقصد الكاميرا الرابعة او الكاميرا الثالثة وهكذا. اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني. بنهاية كلامي تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله.